إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المدون هشام هاشم. أولا اعلموا أني أحبكم في الله ونسأل الله لكم الصحة والعافية. درسنا سوف يكون في كيفية إرسال أموال بايبل إلى كونت آخر أو حساب آخر بايبل. فالعملية بسيطة وسهلة جدا، إلا أنني سوف أشرحها لمن لا يعرف. أولا لابد أن تتوفر على أموال دولارات، دولار، جدولار، 3 دولار أو يعني 5 دولار أو 10 دولار، مليون دولار، المهم. ثم سوف تقوم ب يعني الذهاب إلى الأعلى، ثم سوف تجد هذه الأيقونة الخاصة بالإرسال إلى أي شخص. سوف تنقر عليها نقرة واحدة، ثم بعد ذلك سوف تجد محرك هنا. إما أن تضع الجيميل جديد أو تضع اسم الشخص الذي قمت بإرسال له سابقا أو تتعامل معه إلى آخره. سوف نضع الجيميل هكذا أو الجيميل، ثم سوف نقوم بسويفون، نقر على متابعة. فهنا في هذا المكان يعني سابقا لم يكن يعني يقدم بهذا الشكل، كان يعطي شكل واحد خاص بالدولار، ولكن الآن بعد ما تضع السعر مثل مثلا سوف أرسله 5.70، سوف يقول لك سعرها بالأورو 5.20 أورو، وكذلك تختار الدول الأخرى. تمام. سوف أرى هل هناك مغربية IMD غير موجودة، ولكن هناك دول أخرى أوروب يعني خاص يعني الأورو وإلى غير ذلك أورو. ثم بعد ذلك سوف ننزل إلى الأسفل، سوف نتبع كونتينيو، نقر على كونتينيو، ثم سوف يخبرنا أنه سوف يتم نشر صوت 5.76، لأن 6 سوف تكون في نصيب بايبل. سوف نقوم بالنقر على أنفاي في مومنتونو، نقر هكذا، قال تمام 5.20 أورو قد وصلت إلى صديقي. وسوف نرجع الآن وسوف نراقب هل بقي لي شيء من المال. طبعا سوف أجد 0.03، لأن 6 أخذها مني بايبل كنصيب منه يعني في العمل. وأعتقد قد انتهيت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.